رقصي يا شيرين، رقصي يا شيرين، الله يلا يا المشالي، هاي المشالي، الله يلا يا شيرين، الله انا هيا للبيطار، رقصي يا شيرين، هاتيها يا شيرين، جيبيها يا ايناس، كره برضب، كره وهدف، هدف هدف، لون المصري، لون المصري، وخلاص لمصلحه منتخب ايران. المنتخب الايراني يتاهل الى امم اسيا على حساب منتخب النشميات. هم جرونا بكل صراحه، جرونا لركلات الجزاء. نعم المنتخب الايراني يتاهل الى امم اسيا على حساب منتخبنا الوطني. كنا الافضل، كنا الاقرب، لكن بالنهايه هي حال كره القدم. جرنا المنتخب الايراني لركلات الجزاء. هارد لك لنشمياتنا، مبروك لمنتخب ايران. والان اعود بكم الى استديوهاتنا في التلفزيون الاردني والى الزميل امجد الفقها ولضيفه الكريم الحديث اكثر واكثر عن ركلات الترجيح. والسلام عليكم ورحمه الله.